فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل باع إرث إخوانه ولم يعطه لهم ولم يعطي إخوته نصيبهم، ولما طالبوه بذلك كذب عليهم وقال إنه قد باعه لكن لم يستلم الثمن. يقول والظاهر بأنه سيعطيهم الآن من ماله الخاص وقد ندم على ذلك وتاب إلى الله، ولكن لا يحب أن يعترف لهم بالحقيقة حتى لا يسيء الظن به. سؤاله ماذا عليه وماذا يصنع الآن؟ إذا أعطاهم نصيبهم الحمد لله حصل المطلوب، ولا حاجة إلى استكشاف الأمور والأشياء، هم نصيبهم وصلهم ولا حصل المقصود. نعم.